هويا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ انك تسافر ده من احلى الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك، وبالنسبه لي انا كنت مستني اليوم ده من زمان. انا عايز اقول لكم ان انا مستني الفلوج ده من زمان جدا. ده ليه بقى؟ لان المكان هنا شكله حلو جدا وانا بحبه قوي، وكان نفسي اوريه لكم معايا عشان تشوفوه انتوا كمان. والنهارده احنا في واحد من اهم المعالم اللي موجوده في بروناي، اللي هو انت لو جيت بروناي لازم تصور جنبه. يعني بروناي معروف، بروناي مسجد عمر علي سيف الدين، ده هنا علامة مهمة جدا من علامات بروناي. طيب يا زدان، المسجد ده اتبنى امتى؟ المسجد ده اتبنى سنة 1958، وصلوا على النبي بقى كده، وتعالوا نشوف تاريخ المسجد ده ايه بالظبط. بس قبل ما نبدأ، الناس اللي مش عاملة سبسكرايب انزلوا تحت تلاقوا زر احمر كده، اعملوا اشتراك، تنسوش اللايك، ما تخافوش، مش هقول لحد خالص. واول حاجه نبدا بيها النهارده اكيد طبعا شكل المسجد والطراز بتاعه. والمسجد ده معمول على الطراز الاسلامي والايطالي في نفس الوقت، الاثنين مع بعض. ده اكيد له سبب طبعا، لان المهندس المعماري اللي عامله ايطالي، فعامله على الطراز الاسلامي والطراز الايطالي، ومعاملين مزيج الاثنين مع بعض، تحفه تحفه. وبالنسبه لموقع المسجد، المسجد موجود في عاصمه سلطنه بروناي، وكمان المسجد ده بيطل على نهر بروناي. يعني المسجد ورايا كده تمام اللي انتم شايفينه ده، وورايا الناحيه الثانيه نهر. النهر ده يعني هو مش ميه عذبه، هو نهر بس ميه مالحه مع ميه عذبه، الاثنين مع بعض. وموجود قدام المسجد حديقه كبيره جدا زي ما انتم شايفين كده، يعني ممكن ما تبقاش باينه في الكاميرا، بس هي طويله جدا ولفه حوالين المكان ده كله، يعني لفه حوالين المسجد كله. وفي كمان موجود العاب للاطفال، عشان الاطفال بقى اللي موجوده هنا تحب تلعب او حاجه موجوده تلعب براحتها. وكمان في ورايا هنا على الحيطه دي كلها، الحيطه دي كلها بالليل بتشتغل، موجود هنا بروجيكتور ورايا هنا كده بيشغلوا عليه بقى بالليل هنا فيديوهات وحاجات، بس انا ما شفتهاش لسه الصراحه. ممكن نيجي بالليل ونشوف الموضوع ده مع بعض. عاملين بقى حاجه جديده هنا عجبتني، ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت خالص ولسه معموله السنه دي، هي دي. اوه ده الفريم اللي بيوريك دبي القديمه، والناحيه الثانيه شوف يا نهار ابيض، لا ده كريم السيد بشان. حبيبي عم كريم والله، ده الفريم اللي بيخليك يعني تشوف المسجد من جواه، تعمل كده تتصور بقى صور كده بقى وراك المسجد، يعني ممكن اعمل كده. وطبعا من اهم الحاجات اللي بتخلي المسجد ده مميز جدا هي ان هم عاملين بحيره صناعيه لفه حوالين المسجد، شايفين شكلها عامل ازاي؟ المسجد ورايا هنا كده وبحيره صناعيه حواليه، شكلها جميل جدا. وعاملين طبعا طريق كده زي جسر اللي انت تعدي من وسط الميه وتمشي لحد ما تطلع بره ناحيه الحديقه او تدخل جوه المسجد. وفي حاجه كمان نسيت اقول لكم عليها، المسجد ده اسمه مسجد السلطان عمر علي سيف الدين، وفي ناس بتقول عليه مسجد القبه الذهبيه، يعني نسبه للقبه اللي هي بلون الذهب اللي فوق دي. في ناس بتقول اللي هي ذهب وفي ناس بتقول اللي هي مش ذهب، فانا مش عارف هي ايه بالظبط، اللي عارف الموضوع ده يقول لي في التعليقات. ودي كده البحيره الصناعيه اللي هم عاملينها، وكمان عاملين يعني زي مركبه كده كبيره وموصلين لها برده زي طريق قدام المسجد بالظبط، شكلها بصراحة حلو جدا. وحوالين بقى المسجد كله كده زي ما انتوا شايفين كله رخام، رخام حوالين المسجد كله، يعني لافف حواليك كله، حتى يعني المكان اللي انت بتقعد عليه رخام. سو جود. ومن الحاجات اللي انت صعب تلاقيها في اي مسجد اللي انت تبقى وراك مكان الوضوء هنا، يعني ده مكان الوضوء بتتوضى قدام البحيرة، يعني منظر رهيب رهيب، يعني شكله حلو قوي. بس المشكله الجو حر قوي، انا مش قادر، يعني مفيش حد في المكان خالص غير 2 3 حاجه بسيطه كده. عشان الناس بقى اللي بتقعد تسالني فين الناس وفين البتاع، هو احنا دلوقتي الساعه 1 الظهر، وبعدين الناس كلها في الشغل وكده، فانا شفت انا مثلا يعني 3 سياح كده اجانب اوروبيين، واحده روسيه والتانيه مش عارف ايه كده، المهم يعني حاجات بسيطه دلوقتي. فمحدش يسالني بقى يقول لي البلد دي فاضيه، يعني هم اصلا عدد سكانهم قليل، فيعني مفيش حد ماشي في الشوارع كتير، واكثرهم بيركب عربيات. فكفايه السؤال ده بقى عشان انا زهقت الصراحه. مفيش حد هنا بيمشي في الشارع، ماشي خلاص. وانا حاليا في مكان الوضوء، وده بالظبط شكل المكان، يعني انت بتتوضى هنا، عاملين حنفيات هنا، وقدامك هنا عاملين زي ايه برضو حاجه كده زي حمام سباحه صغنون، بس هو طبعا مش حمام سباحه ولا حاجه، انا بهزر يعني، ما تاخدوش كلامي جد يا جدعان. وطبعا عشان في سياح هنا بيجوا كتير، فكان لازم يعملوا حاجه زي دي كده. هنا ده العبيان دي للسياح، عشان الاجانب وكده مش بيبقوا لابسين وبيبقوا عريانين مثلا او حاجه، فلازم يلبسوا ده قبل ما يدخلوا. ودلوقتي احنا داخل المسجد بالظبط، والمسجد ده زي ما قلنا اللي هو اتبنى في 1958، ويصنف بانه الاول من حيث الطراز المعماري في منطقه اسيا والمحيط الهندي. وطبعا بما انه يعني شكله حلو جدا، فهو من اكتر الاماكن جاذبه للسياح، بيجي هنا سياح كتير عشان يتفرجوا على الجمال المسجد ده.
بوم. وبكده يكون الفيديو النهاردة انتهى. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة متنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات الجديدة أول بأول. سلام.